ولمعرفة مستجدات ما يجري في جبهات الجوف ينضم إلينا عبر الهاتف القائد الميداني بمحور الجوف مبروك بن عسكري، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إذن هناك اشتداد المعارك في جبل حام على وجه التحديد، ما هو جديدها؟ بالنسبة لما يحدث في جبهات الجوف بشكل عام، نعم، بعد هجمات عمل على الحوثي وانتحار واخرين لم يحدث اي تبدي، وفي هجوم معاكس كانت لها قوات سيطرت على بعض المواقع جديدة في جبهة حام وفي جبهة العقبة، وكذلك كان صمود اسطوري في الطاقة الابطال في جبهة المصروف والثانية بالغيل، وكذلك حصل تقدم للجيش الوطني في جبهة مجدر، ووصل الجيش تقدم الجيش الوطني حتى جبل عجيب الذي يبلغ من واغر مجدر، وبالاضافه الى جبهة كرشك. فاريد من هنا ان نطمن كل من يهتم بالوضع بالنسبه للجو، فلا بلد الابطال يقصرون اروع المراحم. نعم، ما أهمية هذه المناطق التي نعم سيادة المقدمة، ما أهمية هذه المناطق التي ذكرتها أنت والتي قامت القوات الحكومية بالسيطرة عليها؟ جلشب تقدم الثاني في طول الواقع المجبير اللي هو العقيد. نعم، العقيد جبل العقيد، وبالإضافة إلى مواقع من المحمية جبهة العقبة. نعم، أشكرك جزيل الشكر القائد الميداني في محور الجوف مبروك بن عسكري، شكرا جزيلا لك.